chapitre, et après revenir à cette séquence-là, normalement cette lecture, pour mieux cerner la chose, pour avoir un bon bagage concernant votre roman. Idem. Maintenant, nous avons la dracamla. كما لاحظتوا انا حاولت نهضر اون فرونسي علاش باش تحاولوا تعمروا راسكم اكبر ما يمكن بالمعلومات وتحاولوا هذوك لي زانفورماسيون اللي كنا تنهضروا عليهم بالعربيه بحال يديروا لهم ترجمه في عقلكم دونك من بعد ما هضرت على هادشي كامل النصيحه اللي بغيت نقول لكم هو انكم ملي تدخلوا ليكزام سيلفو بلي ملي تدخلوا ليكزام قراو الاسئله ديالكم مزيان ملي كتبقاو تقراو لي كاستيون ديالكم وكتعاودوهم راه بحال اللي كتسخنوا عقلكم صافي ديك كتوجدوه وكتقولوا ليه عافاك نعس التربيه الاسلاميه والعربيه ونعس الماط ونعس الفيزيك ونعس هادشي كامل وجبد لينا غير اللغه الفرنسيه لان هي اللي محتاجنا في الجهه الى عقلتوا بوغ فيغ لو تور نو زافون بارلي دون ان بروميي طون هضرنا على احمد الصفريوي احمد الصفريوي لوتور ماروكان اللي قلنا هو اول من كتب لو موفمون ليتيرير اللي هو لا ليتيراتور ماروكين ديكسبرسيون فرونسيز ومن بعد اللي تسمى ماغريبين حيت دخلوا فيه لي تخوا بي قلنا على القصه ديالو انها اوتوبيوغرافي بلس ايثنوغرافي قلنا الايثنوغرافي هي دراسه الشعوب العادات والتقاليد وقلنا الاوتوبيوغرافي هي الواحد ملي كيكتب هو نفسه القصه ديال حياته غير فاش جينا لحمد الصفريوي لقينا واحد الخاصيه قلنا نقدروا نعتبروا ان الايثنوغرافي ديال حمد الصفريوي كيفاش قدمها لينا يعني هذه الحاجه اللي هي علميه باش يردها ادبيه شنو دار ليها دار لينا اين اوتوبيوغرافي بلس بليزيور بيوغرافي صافي دير انه هضر على الحياه ديالو زائد بزاف ديال الحياه ديال بزاف ديال لي بيرسوناج وحدين اخرين وكل بيرسوناج كيهضر عليه كيلبسوا واحد لو تري دو كاركتير اللي هو عنده علاقه بالمغربي في هذيك الوقيته وعافاكم ما تنساوش كما تنقول لكم ديما ان الاجوبه ديالكم الناس اللي كيجاوبوا في الجهوي ما تنساش انك ملي نجيو عندك في ليكسباسيون فيت ونقول لك شنو رايك مثلا في الزواج اللي كيكون مختلف في لاج ولا شنو رايك في الفقيه اللي كيضرب الدراري اللي ما كيحفظوش ولا كيضرب كل شيء اللي حافظ واللي ما حافظش ما تقولش حقوق الطفل واليونيسيف وتهضر على لا هادشي راه حنا عارفينه وهادشي راه مزيان وتقدر تقولوا كما قلت لك في لا بارتي كي كونسيرن طون افي بيرسونيل ولكن ما تنساش انك الناس الا كيقراوك ان رومو باش في الاخر ترد لهم داكشي اللي قراو صافي دير انك باش غتهضر على هاد النقط هادو لا على لا بوطا ميرفي لا على لا سوليتود لا على لا سوبرستيسيون لا على لا سورسيلري نوطامون دار الشوافه ولا لا كنزه يعني تهضر على هادشي كامل على لي فيزيت دي موسولي يعني والناس اللي كيمشيو للاضريحه والناس اللي كيمشيو لهنا وكيمشيو لهاد البلايص ما تهضرش عليهم بالعقليه ديالك دابا وتقول هذا فيك هذاك فكر متحجر والثقافه ما كانتش والناس ما لان راه دونك كيلكو سورت ربما انت عندك الحق لان ديك الوقيته داك الناس هذاك الشيء اللي كانوا عارفين راه كانوا تيديروا وهذا هو الهدف ديال حمد الصفريوي انه يهضر لينا على دوك الناس شنو كانوا تيديروا هذيك الساعه دونك ملي تجاوب ما تنساش تحط راسك في لو كادر ياك الى حسبنا امتى تزاد حمد الصفريوي وزدنا 6 سنين راه غنلقاوه تيهضر لنا على المغرب ديال واش نقول لك 1912 1915 يعني مور الحمايه بشويه قلت لكم عاوتاني il faut faire la précision ma bien l'auteur narrateur enfant ou l'auteur narrateur adulte حيت با مال دو جون با مال ديليف ملي كنكون تندير لي كور ملي كنكون تنهضر مع شي واحد كنسمعو كيقول لي سيدي محمد حمد الصفريوي وكيدير اون سيباراسيون بين ان بيرسوناج اللي هو لو ميم واللي ما خصوش يدير عليه سيباراسيون حيت لمشى دار سيباراسيون شنو كيدير هو في نظركم اول حاجه كيضرب لنا خاصيه من الخاصيات ديال لوطوبيوغرافي كيضربها في الزيرو كيولي ان لو جو سي با لو ناراتور ولا الا كان لو جو في نظره هو سيدي محمد ولا ناراتور سيدي محمد ولوطور احمد الصفريوي سي با لا ميم شوز وهكذا كتهدم لينا لوطوبيوغرافي حنا مازال ما بيناهاش